السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن مرحلة الانتاج البذر في الجزر، اللي هي تبتدي بهذه المرحلة اللي هي ان النبتة تنتج كتلة ورد. هذه الكتلة من الورد هي راح في المستقبل مع تلقيح الحشرات تنتج لنا البذور. فأول شيء راح نلاحظه ان راح ينمو ساق نوع مختلف عن الخضرة العادية اللي تكون فوق الجزر، فهذه هي أول مؤشر أن الجزر بدأ ينتج البذر. وراح أصور لكم الساق، ولكن ظهور الورد دي معناته أن هاي الجزر الحين ممكن نحصده، ولكن راح يكون يابس ومطري، فكحق أكل ما راح يكون جدا، يعني ما راح يكون الجودة اللي نبغيها يعني. فأنا في هذه الحالة هذه راح أتركها أن تنتج بذور، لأن ممكن أن أحتاج منها بذور في المستقبل. فمثل ما احنا ملاحظين أن الساق ذي مختلف عن الورق اللي تحت اللي هو الخضرة اللي الجزر يستخدمها على أساس يستوعب طاقة من الشمس ويكون نفسه. الساق يكون شوي سميك أكثر وطويل، ونلاحظ أن يعني المسافة بين الورد الغصن والغصن تكون وايد أطول. هذه يكون مختلف، ونلاحظ حتى ظهور هذه الورد اللي هو المؤشر الواضح يعني، ولكن ظهور هذه الساق الطويل اللي يكون سميك ونموه مختلف معناته أن النبتة بدأت تجهز نفسها أن هي تنتج البذر. فقبل ظهور هاي الكتلة، لو لاحظنا هذه الساق في مرحلة قبل، ممكن ان نحصد الجزر بسرعة على اساس ان نحاول ما نخسر اي شيء من محصولنا. ولكن انا هذه ما انتبهت لها الصراحة، ولكن ما في اي مشكلة يعني، راح اتركها ان تنتج بذور، راح نحصد البذور. فراح انتظر ان توصل المرحلة الجاية ان شاء الله، وراح اصور لكم التطور الى ان نحصد البذر ونحتفظ فيه. نلاحظ تقريبا بعد مرور اسبوعين ان الكتلة الاساسية بدأت تتفتح. هذه الكتلة الثانية والثالثة والرابعة اللي موجودين، كانت هذه الكتلة بهذه الشكل، فراح تبتدي تكبر وتتفتح مثل هذه الورود اللي هني. مثل ما احنا شايفين، اذا يبين عندكم ان في حركة نمل وحشرات صغيرة على الورد، فبدأت يعني ان تنقل رحيق الورد من وردة لوردة و تبتدي تلقحها. فهذه بعد مرور تقريبا اسبوعين من اول ما لاحظنا ظهور الورد، فراح نتابع التطور وراح نشوف المراحل اللي تمر فيها. نلاحظ هني بعد تلقيح الورد هذه الكتلة هذه، نلاحظ ان الورد بدأ شوي يفقد البتلات البيضة، وبقت يعني بقت منه البراعم او نوع القطع هذه اللي هي راح تحتوي البذور ان شاء الله، فراح نخليها. وهذه هي المرحلة اللي بعدها، فراح ننطر لما تجف كلش وتصير بنية، وبعدين راح نبتدي نحصد البذر منها. المرحلة الشبه أخيرة في بذور الجزر، إن لما تتحول الوردة بهالشكل وتجف وتصير بنية، يكون الوقت إن أنا آيي أقطع هذا الغصن، أشيله وراح أخليه عندي داخل في البيت على صحن أو على أي شيء يكون ما في رطوبة، إلى أن يجف كليا، وبعدين راح نستخرج البذور من الوردة هذه مات الجزر. الباقي الجزر للحين ما يعني أتوقع حصاده جدا جريب، وقت الحصاد أتوقع يكون جريب جدا، فان شاء الله راح نشوف النتائج مات حصاد الجزر. ولكن هذه راح نجففها، وبعدين راح ننتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي استخراج البذور وحفظها. الخطوه الاخيره في مرحله استخراج البذور، بعد ما نخلي الغصن اللي فيه الورد يجف كليا داخل البيت، مجرد ان احنا نفتت الورده، وراح نشوف البذور تبتدي تتساقط، اللي هي هذه هي بذور الجزر. هذه عندنا
فمجرد ان نفتتها وراح تطيح البذور ونحتفظ فيها مثل ما دائما اقول كيف نحتفظ بالبذور، ان نحطها في اكياس محكمة في صندوق اكل محكم ونحطها في الثلاجة. الثلاجة ما اقصد ان ثلجة، ولكن مع الخضروات والفواكه الطازجة يعني. فبهذا الشكل انا الحين صار عندي بذور الجزر اللي نبت في بداية الموسم، اقدر احتفظ فيها وصار في عندي بذور مجانية. فاتمنى ان استفدتوا من هذا الفيديو السريع واللي تابع طول الموسم عن استخراج البذور من الجزر وكيف ان احنا نستخرج بذور الجزر. فاذا في عندكم اي سؤال بخصوص هذا الموضوع او اي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في امان الله.